يلا تفضل قول اسمك. احنا شفنا مطعم ناكل ونرجع. يلا اول شيء تروح لطفاية الحريق اللي في الممر. ايه هذا طفاية الحريق؟ حتلاقي فيها بطاقة مغنطة وهي اللي حتدخلك عليه. لقيت البطاقة وبعدين؟ خذ البطاقة وحطها في الجهاز وحيفتح الباب. طيب. ألو؟ حاضر. أدخل بشويش وقفل وراك. هذاني دخلت المكتب. هذا انت؟ ايوه انا. انت اللي كنت تكلمني في الجوال؟ يس. وش تبي مني؟ ابغاك تتعالج وترجع لبيتك. اتعالج وارجع لبيتي؟ بيتي اللي هدمته؟ خلاص خلاص يا سامي، تعبتني. لا ترفع صوتك، انت اللي تعبتني. بيتك ما انهدم، وزوجتك وولدك يوميا بيجوك المستشفى وانت اللي بتطردهم. اطردهم كيف؟ حتى اقاربك كل ما بيجوك بتطردهم، بتحسبهم قطاوة. قطاوة؟ انت اللي هدمت بيتك بيدك بسبب ادمانك للحشيش والمخدرات. من بعدها صار فيك الحادث اللي انلحس فيه مخك، ومن يومها وانت بتتعالج هنا. اها، انت بتخليني انا مجنون عشان اجلس هنا وانت تطلع منها صح؟ الظاهر ما في فايده من علاجك، خلاص راح تفضل جالس هنا طول عمرك. مستعد اجلس طول عمري بس انتقم منك. ثاني نورا سامي، ساعدني يا سامي علشان أعالجك وتطلع من هنا وتكمل حياتك مع عائلتك. تكفى يا سامي، احنا مشتاقين لرجعتك. سامي 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 سامي, سامي. سامي. نجحت ولا لا يا دبا؟ نجحت. كم جبت؟ ممتاز. جاب ممتاز؟ أكيد. يعني هو الحين تعالج خلاص يا دكتور؟ إن شاء الله. أنا الآن حسوي له اختبار والله يستر. وش اختبارك؟ تعال معي أنا حكم لك. أي مرحبا. بس لو سمحتي بدنا نجلس مع سامي شوي. خلاص اوكي يلا يا سامي. سامي نشوفك في البيت ان شاء الله. ماشي. اه بابا في هدية بسيطة مني لك. هدية؟ اكيد معناتها خروجي صح؟ هذه اكيد هدية الطلعة. عجبتك الهدية؟ ها؟ هدية الدكتور؟ لا لا اسمع اسمع، جبت اللي قلت لك عنه. وش؟ الورقة اللي فيها لوح سيارات قربتني. والله رجعنا من البداية.